صنبول علام صبيحات مراسل الغد. إذن علام، طبيعة جدول الأعمال وأهم ما خرج به هذا اللقاء إضافة إلى لقاء وزيري الدفاع التركي والجزائري. نعم وائل، فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، طبعا هي كانت منذ ساعات الصباح. التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو، عقدا مؤتمرا صحفيا، وبعد ذلك التقى بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وسلمه الرسالة التي تم الحديث عنها خلال الخبر. بالاختصار وبالمحصلة من هذه المحادثات أو من هذه التصريحات وهذه الرسالة، الجانب الجزائري يؤكد على موقفه الثابت من الأزمة الجزائرية، من الأزمة الليبية عفوا، وهو أولا رفض التدخل الخارجي في هذه الأزمة، وثانيا الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية والانفتاح على الحوار والحديث والتفاوض مع كل الأطراف في الأزمة الليبية دون استثناء أي طرف، وثالثا الدعوة إلى الحل السلمي والسياسي ووقف فوري لأعمال للقتال أو للعمليات القتالية ووقف إطلاق النار، والتوجه الفوري لتفاوض أو حوار ليبي برعاية دولية من أجل الوصول إلى انتخابات لاحقا في الداخل الليبي تحدد المسار السياسي ومستقبل البلاد. هذا هو المحدد الذي تحدث عنه وزير الخارجية الجزائري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره التركي مولود تشاوشولو. بينما على الجانب الآخر كان موقف الجانب التركي مختلف نوعا ما، هم يقولون إنهم يدعمون موقف حكومة أو الوفاق الليبية في أن اللواء خليفة أو المشير خليفة حفتر يعني هو جزء من المشكلة، وبالتالي لا يجب التفاوض معه كما تقول أنقرة انطلاقا من الأساس الذي تتحدث به حكومة الوفاق الليبية، وبالتالي هم يرون بأنه يجب أن يتم يعني تأسيس قبل الوصول، يعني تأسيس مسبق قبل الوصول إلى المفاوضات السياسية، رغم أنهم يقولون أنهم يدعمون الحل السياسي ووقف إطلاق النار. الملفت هنا في تزامن الزيارتين، زيارة وزير الخارجية الجزائري مع زيارة وزير الدفاع حكومة الوفاق الليبية الذي وصل عمليا قبل قليل إلى وزارة الدفاع التركية والتقى بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وكانت أبرز المحادثات تركز بحسب ما قالت وزارة الدفاع التركية في بيان مقتضب على التأكيد على الدعم العسكري والأمني من الجانب التركي لحكومة الوفاق الليبية في المجالات الأمنية والعسكرية تحديدا، وأن أنقرة ماضية ومستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الليبية. هذا هو أبرز ما جاء في هذه المحادثة. شكرا جزيلا لك علام صبيحات مراسل الغد، كنت معنا من إسطنبول.